تو من شجرة لا صحاب لا ولاد لا بنا لا مرا لا أم لا بو نحبوه بلدي عصر فاصل ذاتو سيفي تجمع رجع بالنداء معناها مدى بينا على رئيس بعيد شوية على الأقل يقعد يحارب شوية فهمت فمش شوية حرية فمش شوية حويجة تقعد من اللي من اللي مشي بالحق معناها نعطيك حاجة من القلب وإن شاء الله يطلع يخاف ربي وإن شاء الله إن شاء الله يخدم البلاد ما يعبيش خطر 90% ولا 100% باش ما نكبرش يلوجوا على الكريسي فهمت ما يخموا في حتى حد ومشكلته كرسي ومشكلته سلطة ومشكلته حكايات هكا معناها أما الشعب والزوالي ما يخموا في حد إن شاء الله ربي يهدي رئيس نحن نحبوا أي رئيس هما كلهم توانسة فهمت أي رئيس اللي باش يكون كما نقولوا نحن ينظم لنا البلاد يستوي لنا البلاد هذاك هو الرئيس القابلين ونحن ما حاجتناش كيف قالوا شكون ولا لأن البلاد كلها تستنى في رئيس مثلا نحبوه صغير زادة ما خلينا نقولوها بكل صراحة ما يكونش العمر ما عنده زادة حد واحد وكل شيء الوضع نتاع البلاد وطريق البلاد وهذاك هو طالبين خدموا البطالة هذاك حاستنا نعملوا وكاية نحن الناس كل حبوا ناخد حبوا نخدموا حبوا نخدموا هو الحاجة الأمن سيحميه كل شيء وبعد النظافة نتاع البلاد وبعد المعيش هذاك أهم حاجة في بالنسبة للدولة للرئيس باش يجي تو إصلاح التعليم جذريا معناها يبدأ من لوتا يبدأ يصلح التعليم معناها من لوتا مش يجي معناها للسيزيام سنة ويعطيوه بدم من الأول معناها في يجي في 27 أوت ويقول لهم باش عديو سيزيام أوفيسيال معناها ينجح يا تنجح يا لا قلهم اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في في هذا الشعب كهو وماذا بكم معناتها تراو مصلحة العامة وأولها أبدأوا بالعلم وراكم توانسة وحب الوطن من الإيمان نتمنى من الرئيس اللي باش يشد جديد يكون عنده شوية رأف وحن بالتونسي ويكون شوية يحط ربي في باله اللي على خاطر ما تدوم الحد وعلى خاطر يحط اللي التوانسة كان عندهم أمل كبير وبعد ولي لهم ألم في الضحايا وفي المعيشة وفي الزوالي دونك نقول له ديما تذكر اللي ثم ربي في الوجود وما تدوم حتى حد احنا نحبوا نقصنا من البطالة ويزيد في الامن خاطر العباد وتمشي مش من امن خاطر العباد في الشارع ماشي خايف على روحه في الليل يبدا ماشي مروح في الليل يبدا خايف على روحه في النهار يخاف على روحه نقصنا من البطالة ونقصنا من العيش هذوما كم اصلاح التعليم خاصة صغيرات تعليم مستقبلهم ماذا بينا يكون ما خير تشغيل الشباب بشهادة عليا ولا حتى ما غير شهادة اللي عندهم شهادة حتى اللي عندهم اللي باشوا لي حتى مستقبلهم وقامتي أمانة بالنسبة للوطن الصحة الصحة نقول صحة مجانية لكن هي مش مجانية الصحة هذه ماذا بينا رئيس الدولة اللي باش يجي جديد يكون إنسان حكيم برشا إنسان رزين إنسان يعرف كيفاش يدخل في القرارات المهمة في الدولة من غير ما سامحني في العبارة ما يكون يزلط كيما برشا عباد فهمني يعرف إيش يحكي يعرف يكون دبلوماسي فهمني باش ما نخسروش علاقاتنا الدولية فهمني يعرف يتكلم مع أعضاء مجلس النواب الجدد يعرف كيفاش ياخذهم يعرف كيفاش يسيسهم ما يعطيش أوهام للشعب ما يوعدش الشعب بحاجات معناها اللي ممكن نقوله صعب إنها تتحقق انا كلمتي مش نقول مش باش نحكي برشا نحب الرئيس اللي باش يجي يحب تونس ويخاف عليها عباره امه ويحافظ عليها ويزينا من الارهاب رانا فدينا في تونس بالحق فدينا من الارهاب صدقني حاجه توجع القلب نقول له خاف ربي فينا كي باش تحكم احكم بالعدل اعطي حق المراه واعطي حق الراجل والسراقه الكل كيما جماعه نتاع القبال طرابلسيه نحهم البيت وجد الكرسي وربي معه. الرسالة التي نوجهها إلى رئيس الجمهورية القادم هي العمل على تأمين البلاد من مخاطر الإرهاب إرجاع الهيبة والمكانة الدبلوماسية على الصعيد العربي والإفريقي والعالمي الانطلاق في إصلاح المنظومة التربوية اللي يعود إلى بداية الاستقلال
تنتظره مهام، ولكن على الأقل هذه أبرز المهام والملفات يعني ذات الأولوية للمتأكدة. ينجم علي بفرنا الشغل ونخسنا في المعيش. بريزيدون شقول لك مثلا الحاجة الوحيدة ما بالنسبة لي يتلو الشعب أول حاجة، شوفوا واش لازمو واش مثلا المينيسيسير مثلا بور البيبل مثلا المعيشة ديال الشعب وكل شيء. الرئيس اللي وأنا هو لكل التونسيين يكون ما يقعدش في كرسي لاصق فيه، يخرج للناس معناها يراقب او يعاين الاوضاع نتاع الشعب اللي في الداخل الجمهوريه والارياف، كل يزور ديما يزور يعمل زيارات وجهيه وزيارات مع الميدانيه حتى يشوف اوضاع الناس، مش برك شد كرسي ويقعد غاديك ويبعث الوزراء وكذا يبدا يشوفوا وما يجيبوش صحيح معناها ما يجيبوش الحقيقه. نتمنوا رئيس يصلح ما بعد الثوره، مش رئيس نتاع ازلام ولا رئيس معناها ما فيش ما يضيف حتى شيء لتونس. نتمنى تونس تكون أفضل مما كانت عليه سابقا، وتحية تونس. رئيس الدولة الجديد يجب يصلح الإدارة 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 وزيد الإدارة، وزيد حاجة أخرى يجب تتعلم اللغة الإنجليزية لهنا. أنا أستاذ متاع اللغة الإنجليزية، والمشكلة فين هو أنا ناقصين برشا في هاللغة هذه اللي هي باش توصل للاقتصاد متاع البلاد. هذاك من نجم كلك يعامل الناس كل كيف حب أقول لك يحلف على القرآن بالضبط، يحط يده على القرآن وباش يحلف وباش يسهر على خدمة الوطن وين باش يسهر بالضبط أكاو، ما عنديش حاجة أخرى.